المحبوسين اللي عايزين يطلعوهم. سيد مشاغب اللي قاتل ظابط اللي ولع في قاعة المؤتمرات الإخوانج المجرم. تعليمات مدير النادي علاقتنا انقطعت بتذكرتي. أعضاء جمعية عمومية خلاص، ناس محترمة حتى لو بيطلع بيت الجمهور، لكن لما يكون فيه 15,000 و200 عيل قليل الأدب صوتهم كان عالي. محبوسين مين اللي موجودين؟ ده انتوا هتتحبسوا تاني. ده انا افتكرتكم محترمين. افتكرتك يا الترس بقيت محترم وعايز ترجع النادي تاني المدرجات. انما انت زي الكلب ديلك ما بتعدلش. انت كلب ديلك ما بتعدلش. ورحمة امي ما في مخلوق تاني يخش على اعضاء جماعة امي. والجمهور بقى المحترم العادي اللي سبع عيال شتمت البلد كلها النهارده. ها؟ اولاد مش عارف ايه الام طلعوا المحبوسين. مين محبوسين؟ مين؟ المجرمين؟ اللي قتل ظابط؟ اللي في رابعه نادوا انه يطلع في رابعه؟ عايزين نطلع المناضل سيد مشاغب؟ تصور يا ابني. اقول تاني، اقول لجمهور الزمالك المحترم انا اسف خلاص. تجربه فاشله وبتوع تذكرتي فاشلين. وعايز اعرف مين اللي دخل دول من غير تذاكر؟